اهلا بيكم مع نموذج جديد من نماذج متحدي الاعاقه. صديقتنا من الشخصيات المميزة اللي بتتمتع بدرجة عالية من التفاؤل وقوة الإرادة والعزيمة والأمل، فهي بالرغم من إصابتها بالبتر نتيجة حادث تعرضت له، إلا إنها مش بتسيب وقت ولا لحظة في حياتها غير لما بتستمتع بيها. وده لأنها بتؤمن إن السعادة قرار، وإن نحن من نصنع النجاح أو الفشل، ونحن من نصنع السعادة أو الحزن وليست الظروف. ومؤكد ده لأنها بتملك إرادة قوية وإصرار على إنها تستمتع بوقتها مهما كانت الظروف اللي بتمر بيها. ولسان حالها بيقول كن جميلا ترى الوجود جميلة. هناك العديد من المشاهير من ذوي الإعاقة أثبتوا أن الإعاقة في الفكر وليست في الجسد، واستطاعوا بالصبر والتحدي أنهم يصنعوا من إعاقتهم نافذة بيطلوا بيها نحو المستقبل.